pour les startups digitales, notre ambition est de faire du technoparc un lieu idoine pour la créativité, l'enrichissement économique, intellectuel et humain. اليوم تكنوبارك ينضم نسخة 12 من تظاهرات اليوم العالمي لحقوق المرأة. فاليوم كان صادفوا نساء مغربيات اللي تمكنوا من يحققوا نجاحات في عدة ميادين، سواء الطب، الثقافة، التكنولوجيا، السبور. وهذا التظاهر الهدف ديالها انها يعني هاد النساء يكونوا قدوه للاجيال القادمه من النساء الشابات المغربيات. فكيف كتعرفوا التكنوبارك هو حاضنه للمقاولات الناشئه في ميدان رقمي، وكنشجعوا روح المقاوله عند النساء. وحنا كنعرفوا بان عندنا شابات عندهم كفاءات ومهارات ولكن ما كيقدروش يتجاوزوا بعض العوائق، وحنا كنشجعوهم هنا في تكنوبارك وكنعطيوهم جميع الادوات والمؤهلات باش يقدروا يحولوا الفكره ديالهم او المشروع المقاوله ناجحه. فتكنوبارك قام بتنظيم طوال شهر مارس بتنظيم عده ورشات تقنيه وكذلك ورشات التطوير النفسي باش نمكنوا هاد الشابات انهم يعني يقدموا الكفاءات ديالهم والمهارات باش ينشئوا مقاولات في ميدان رقمي. كذلك نظمنا المارشي سوليدير، يعني عرضنا على دي كوبيراتيف اللي جاونا من جميع انحاء المملكه، فتشجيع المراه المقاوله اللي كيجيو من مناطق بعيده، فهو يعني مساله لازم يقوم بها اي شركه كبيره باش كتكون هذيك لانكلوزيون وكتكون واحد تشجيع ديال المنتجات المغربيه واخا انها كتكون منتوجه من زعما من مناطق بعيده. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.